لا فوتوتشيني بالخضار، من معكرونه فوتوتشيني، صدر دجاج من الجزيره، فلفل رومي، راح احتاج علبه ذره بوستمان، علبه فطر، ليمون، وكمان علبتين قشطه لونه، ورح نحتاج بصله مفرومه. طب انا عندي سؤال للمعكرونه. اساليني. بما انه عم نعمل المعكرونه وعم نسلق المعكرونه، في كثير يعني بتقولي مدارس بالمعكرونه وكيف نسلق المعكرونه، ناس بحطوا زيت، ناس ما بحطوا زيت، ناس بحطوا ملح وزيت، ناس ما بحطوا، فاحكي لنا كيف افضل طريقه لحتى احنا نقدر انه نعمل المعكرونه. اول شيء المعكرونه استخدم نوعيه كويسه، هذا اول شيء. على فكره رح نعمل ان شاء الله حلقه ونعمل عجينه المعكرونه واشكالها انا وياكم ببهار ونار. بس المعكرونه ما تسلقيها قبل بوقت، واذا في انواع معكرونه بتكون نوعا ما المكونات تبعتها، المعكرونه هي عباره كلها عن طحين وبيض ورشه ملح، صفار البيض طبعا، بعجنوهم مع بعض وبيعملوا منها اشكال المعكرونه، بعدين بنشفوها يا بالفرن يا بنشفوها مثل الفوتوتشيني، بنشفوها على خيطان بالاساس، يعني بيعملوا زي حبل زي المنشر وبحطوها عليه. بس اذا ما كانت نوعيه المعكرونه منيحه بيكون كميه البيض قليله، فبتلاقيها هي اللي بتلبط بسموها او بتعجن. اوكي تمام. فاستخدم نوعيه معكرونه منيحه. بالسلق انا ما بحط زيت، وحكيت لهم هاي المعلومه قبل. الزيت اذا بدكم تحطوا، حطوا معلقتين من الزيت بعد ما تطلعوا المعكرونه من السلق، مش احنا بنطلعه وبنحضره. طلعوا ميه المعكرونه حطوه، بس رشه ملح خفيفه انا بحط ميه السلق. هيني بلشت اسلق الفوتوتشيني، تيجي هيك شكلها لانها هي عباره عن معكرونه. كيف نقدر ناخذها بندر؟ انا ما سلق، ما بدي احطهم بالطنجره، بس قلت بدي اسلق المعكرونه اليوم قدامهم عشان تكون هالقد فريش وكذا. هاي الفوتوتشيني بتلاقوها باي سوبر ماركت اي محل، استخدم زي ما قلت لكم النوعيه اللي كويسه، حاطه ملح انا، وهي بلشت احطها لحالها بتفرط وبتصير حلو خيطان الفوتوتشيني. اسمع انا كيف انك سالتيني سؤال دائما انا اللي بسالها، مجننتها والله. كل ما اشوف وجهها ببلش، حتى بغرفه الميك اب ما خليت ولا سؤال ولا شيء. لا بالعكس، تقولي انا محضرت لك كثير اسئله على الهواء، فيلا احكي لنا اي سؤال بخطر على بالك عشان يا سلام شوفي ما احلاها. يا سلام بندر، رح نقدر نجيبها؟ شوفوا قد ايه حلوه، لانه انا فرني بيولع من فوق ومن تحت اوريدي، طلعوا كيف هيها عم تغلي وتاخذ. شوفوا العجينه اخذت من تحت فقاعات وكل شيء تمام. زي ما قلت لكم اللي فرنهم بيولع بس من تحت لحال ومن فوق لتحال، كل عليكم تعملوها 10 دقائق بس لتتسبك كلياتها مع بعض، بعدين ارجعوا حطوها تتحمر. ما بدها اكثر من هيك الصراحه. طيب خلينا ناخذ اتصال معنا. اتصال. الو الو، مرحبا. مرحبتين، كيفكم؟ تمام، انت كيفك؟ الحمد لله منيحة بخير. الله يسلم إيديكم وعينيكم يا رب. الله يسلمك. أحكي لنا إيش جربتي من وصفات الشيف امتياز؟ والله أنا صراحة ما جربت إشي لأنه جديد بتابعكم، يعني حلقتين ثلاثة اكتشفت البرنامج وصرت أتابعه. أوكي. بس عجبتني كتير وصفة اليوم وراح أجربها وأحكي لكم رأيي. خلص جاي بإذن الله. تمام، إذا هيك بجربيها وإحكي لنا. ولسه في عنا كمان وصفات، هلأ وصفة الفوتوتشيني ووصفة للحلويات، جربيهم وابعتي لنا وإحكي لنا شو رأيك فيهم. بإذن الله إن شاء الله حبيبتي. حبيبتي إحكي لنا برأيك مين أكثر عرضة، النساء ولا الرجال بالإصابة بهشاشة العظام؟ انا بعرف يعني رايي انه الرجال لانهم ما بيهتموا لهذا الموضوع، يعني الستات دائما احنا بنتابع نقص كالسيوم، نقص فيتامين د، نقص صفات، هذا لازم تعمل تشيك يعني كل 6 أشهر 4 أشهر بالسنه مره، بس هم بعيدين كل البعد. بحكي لك هذا مرض، يعني اغلب الرجال بيحكوا لك هذا مرض خاص بالنساء، يعني اكثر شيء عند النساء نقص الكالسيوم نقص الفيتامين د. بس انا بشوف انهم اكثر عرضه لانه ما بيهتموا لا بشرب الحليب ولا بالمتابعه الطبيه الدوريه، يعني كل 6 أشهر او هذا. اوكي لا بس بدي اقول لك يا ايمان انه السيدات، بدي اغشش كمان كل المتابعين انه السيدات هم الاكثر عرضه، لانه بعد انقطاع الدوره الشهريه ببلش يقل عنا الهرمونات اللي بتحمي العظام عنا وبتقلل الاصابه بالهشاشه، فاحنا اكثر عرضه للاسف من الرجال حتى نصاب بهشاشه العظام، مع انه زي ما حكيتي انه احنا بنتابع ودائما بنعمل فحوصات دوريه. بس هلا رح احكي لك شغله على فحص الكالسيوم اللي احنا بنعمله، زي ما حكيت هاي المعلومه للشيف امتياز. في عندك اي سؤال حابه تعرفي عنه كمان؟ لا لا يسلم، شكرا كثير لك حبيبتي وموفقين ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا ايمان. طيب هلا دانا، اذا كنت اسالك سؤال مهم عن انه ليه الستات اكثر اصابه بهشاشه العظام،
هلا كل اللي عملته انا على هلا بس حطيت الدجاج، انا مقطعته قطع صغيره، تقدر تستغنوا تماما عن الدجاج، بس انا اليوم مستخدمه دجاج الجزيره من الكيس للاستخدام. بدي ارجع اقول لهم انه هو معقم ونظيف، ما في داعي لا تنطوا ولا شيء، قطعوه بالشكل اللي بدكم اياه اوكي وبس، وحط واستخدموه. عندي هون الدجاج، بعد ما احس الدجاج صار لونه على بياض يعني خلص هيك بتاكد انه نزل كل شيء منه، بدي احط البصله والثوم ونكملهم انا وياهم بعدين. يا سلام، هاي الثوم منيح هيك امورنا؟ اوكي امورنا ممتازه. خلص بس بدنا نستوي الدجاج عشان نبلش نحط الخضار ونغرفها، وعندنا المعكرونه صارت جاهزه. وين وصلتي يا شيف؟ وصلت الدجاج بس ولا عملت فيه ولا شيء، حطيت هلا الفلفل الرومي هلا على طول. بس بدي اياه ياخذ هيك تتبيله كثير بسيطه، وعندي ذره من بوستمان احدى منتجات مجموعه شعبان، شوفوا لي هالذره ما احلى، انا بحطه شوفي بتجنن، فريش، حبته كبيره، لونه حلو وبيعطي نكهه مميزه. بدي ارجع عدلكم للناس ما بدهم يحطوا دجاج، بتقدروا تحطوا لحمه، بتقدروا تحطوا بس على طول البصل، الفلفل الرومي، الذره، وعندي اخر شيء هون الفطر. بعدين هاي فكره للاطفال اللي ما بيحبوا انهم ياخذوا خضار، ممكن انه احنا ندخل لهم اياها بهاي الطريقه لحتى ياخذوا كل الفيتامينات والمعادن والالياف اللي هم بيحتاجوها بهاي الطريقه مع المعكرونه. وفي كمان كثير اشخاص انا بعرفهم ممكن مرات مع صلصه البندوره، لما بتحط البندوره مع الفطر ممكن تهرسهم كلياتهم مع بعض لحتى الطفل ما يقعد ينقب منها الفطر او يقيم منها القطع الكبيره من الخضار اللي بتكون موجوده واحنا بنكون ضفناها للمعكرونه. ففكره ثانيه ممكن ان احنا نهرس لهم اياهم كلهم مع بعض، بس بحس هاي مع البندوره مش بصلصه. مين قصدك بالاطفال؟ البيبيات؟ لانه انا اولادي لا. بيحذروا. لا شوفي مش اطفال، اطفال كثير بحاول اضحك عليهم مش دائما بتزبط الصراحه. انا عشان هيك بقول لك في لما لانه الفطر قطعته كبيره، فبعض الاطفال بحاولوا يقيموه بايديهم. اطفال يعني فوق عمر الست سنين، مش اطفال صغار صغار، فانت بتقدري تهرسي لهم اياها ما ببين. اوكي فكرة حلوة، فبتاخذي كل الفوائد بدون ما يعرفوا الأطفال. في سؤال كنت بسأله لدانا، بقولها الحامل بشكل عام بيوصفوا لها كالسيوم من الشهر الرابع، فليه؟ ليه؟ لأنه الطفل بياخذ الكالسيوم من الأم بأول المراحل زي ما حكت الشيف، إنه بعد الشهر الرابع لحتى يكتمل النمو تبع الطفل، فبلش الطفل ياخذ من جسم الأم الكالسيوم، عشان هيك بتزيد الأم من الكالسيوم اللي هي قاعدة عم تاخده، فبيفضل الطبيب إنه هو تلجأ للمكملات الغذائية لحتى تاخذ النسب اللي بتحتاجها من الكالسيوم، عشان ممكن إنه ما ناخذهم كلياتهم من الأغذية اللي إحنا قاعدين عم نتناولها. هلا إذا بدنا نيجي نحكي عن نسب الكالسيوم، احنا عم نحكي من جرام واحد اللي هو 1000 ملي جرام ل 1200 ملي جرام لليوم الواحد، فهاي هي الاحتياجات اللي احنا بناخذها من الكالسيوم. طب هذا بيقيها انه يصير معها هشاشه عظام بالمستقبل؟ لانه انا دائما بحس هشاشه عظام عند الناس اللي بتكون مخلفه كثير اولاد، يعني خصوصا بس تخلف ثلاثه اربعه بتحسيها لك ركبي بوجعوني، كواعي بوجعوني، ايدي مش عم بقدر احركهم. احكي لك ليش؟ لانه لما انت بتروحي بتعملي فحص دم لنسبه الكالسيوم، لما بتفحصي الدم بالكالسيوم دائما بيطلع عندك طبيعي، ما بيطلع انه في عندك نقص بالكالسيوم. ليش؟ لانه لما ببلش الكالسيوم ينقص عندنا بالدم ببلش ياخذ من العظم، فانت دائما لما بتعملي فحص الدم ببين عندك اياه بالنسب الطبيعيه اللي هي من 8 ل 10، فدائما عندنا اياه طبيعي. لما بدنا نعرف بالضبط اذا الكالسيوم اللي عندنا بالجسم كفايه او لا، بنعمل فحص اللي هو فحص صورة أشعة اللي بنسميها الدكسة، لحتى نشوف إذا إحنا بنعاني من هشاشة العظام أو بنعاني من نقص بالكالسيوم عندنا بالجسم. أما فحص الدم العادي ما بيأثر عندك، عشان هيك بيرجع لما أنت بتكوني ما عم تاخدي كفاية من الكالسيوم بلش يسحب من العظم عندك لما بتكوني حامل. إذا ما أخذتي من المكملات الغذائية فبتصير عندك العظام أكثر عرضة للترقق، أكثر عرضة للكسر وللإصابة بالهشاشة لقدام. حلو والله المعلومات، جنن. وهلا بعد قولي انا خلفت يعني ولا خلصت اللي عليك؟ لازم اعرفهم قبل. بس هلا بتقدري انك تضلك تاخذي الاغذيه الغنيه بالكالسيوم والفيتامين دي زي ما حكينا، لانه هم هدول اكثر المعادن والفيتامينات اللي بنحتاجهم للاشخاص اللي بتعاني من هشاشه العظام. لما الشخص بيعاني من هشاشه العظام للاسف صعب انه احنا نعالج الموضوع، اللي احنا بنعمله احنا بنخفف من تقدم الاعراض يعني نخفف من التطور تبع المرض، بس العلاج للاسف هو ما له علاج، فالوقاية خيرا من العلاج. طيب دندولة احنا حطينا، نرجع نذكرهم بالفتشيني، احنا حطينا بصل، الثوم والدجاج، وحطينا عليهم الفلفل الرومي، الفطر، الذرة، وعندي هون الفتشيني. قبل ما احط معكرونة الفتشيني بدي احط رشة
بابريكا، بهارات مشكله. طبعا جوز الطيب بس لما احط الكريمه او القشطه رح استخدم. على كلياتكم تبعتوا لي يا شيف، احنا ما بنعرف ايش نحط بديل الكريمه، ما بنلاقي الكريمه، الكريمه دسمه، الكريمه ايش ما بدكم يعني بتبعتوا لي كيف ممكن ناخذ عنها بديل. هلا الحليب بفوت بكثير وصفات ثانيه، يعني نقدر اليوم ناخذ كوب من الحليب، ناخذ 3 معالق من حليب لونا زي ما قلت لكم، مع علبه قشطه لونا. انا مستخدم اليوم القشطه العاديه، هي موجود منها كثير نكهات بالموز بالفراوله باللي بدكم اياه للنكهات، تخلطوها مع كوب من الحليب وبتستخدموها على الوصفه، بعطيكم نفس نتيجه كريمه الطبخ. اذا بدكم تستخدموا كريمه الطبخ استخدموا كريمه الطبخ اللايت. صح، بس انا قلت لدان، قلت لها انا مش عارفه الصراحه هو كريمه الطبخ اللايت قد ايه بتقلل سعرات حراريه عن الوصفه الاصليه، يعني او انه تستخدمي كريمه طبخ كامله كثير. يعني احنا قبل كنا عم نحكي انا والشيف هلا انه اللايت اجمالا بالمنتجات، لما احنا بنرجع للمنتجات اللايت هي بتكون خفيفه بالدسم وبتكون قليله بالملح، فهم هدول الشغلتين لما بيكون إشي مكتوب عليه من المنتجات، انا عم بحكي عن الحليب ومشتقاته، اذا بيكون إشي قليل الدسم او خالي من الدسم هم بيكونوا نزعوا الدسم منه او خففوا الدسم وخففوا الملح، يعني لما بيكون منزوع الدسم بيكون مقرون انه يكون خفيف الملح كمان، بخف السعرات الحراريه ممكن مرات توصل للنص حسب الوصفه اللي احنا مستخدمينها فيها. وبدنا نعمل انا والشيف امتياز، اتفقنا انه بدنا نعمل لازانيا قليله بالسعرات الحراريه إن شاء الله. لانه هي واحدة من الأطباق اللي الشيف امتياز ما بتقدر تستغني عنها. لما كنت عم بسألها إيش في إشي من الأطباق بتعرف إنه هو مش صحي بس أنت ما بتقدر إنك تتوقفي عن تناوله، فحكيت لي مش الفوتوتشيني، حكيت لي عن اللازانيا. فبنا نعمل مرة أنا والشيف اللازانيا تكون قليلة بالسعرات الحرارية، نقدر ناكلها بدون ما نحس بأي شعور بالذنب. تعرفي أنا الباستا بشكل عام ما عم بقدر استغنى عنها، يعني انا من الاكلات بحبها وبحب الاكل الايطالي كثير، والاكل الايطالي معروف قد ايه دسم. صح صح ولا لا؟ كثير بدخل فيه مش بس الكريمه والاشياء وهدول، مش بس المعكرونه، لانك انت عم بتحطي معكرونه وعم تضيفي لها الوايت صوص او الكريمه وعم بتضيفي كمان خبز، لانه دائما المطاعم الايطاليه اول شيء بيستقبلك الخبز عندهم على الطاوله، فيعني بتجمعي اكثر من نوع من انواع النشويات مع بعض. انا خلصت الوصفه يا مروه، خلص بس هيك انا ولا اشي، بس نحط الفوتوتشيني يا دوب على السريع، ناخذها نحطها بالصحن. طبعا شوفوا قد ايه كميتها لانه فيها خضار، وعندي انا اوريدي جبنه دبل بان اللايت اللي قالت عنها دانا، هيها موجوده في كل مكان، شوفوا ما احلاها. بس هلا نظبط الشكل تبعها قد ايه حلوه. من الوصفات السريعه اللي تعملوها للاولاد بعد يعني اليوم مو جاي على بالكم تطبخوا ولا شيء، بتقدروا طبعا تستخدموا جبنه بارميزان للي بيحبوا، بس انا اليوم الصراحه راح استخدم جبنه قشقوان من دبل بان لايت بتجنن، طعمها كثير طيب وهلا بتسيح لانه عندنا سخنه.